اللغة العربية الحقيقة لابد وأن نهتم بها، لأنها اللغة التي هي تمثل شكل من أشكال أو الشكل الأهم للحفاظ على الفكر العربي، وبالتالي اللغة العربية التي نهتم بها لابد وأن نواصل الاهتمام بها عبر الأجيال القادمة التي تتعرض إلى نوع من أنواع التشويه والتشويش للغة العربية في أذهانها. فاللغة العربية تستطيع أن تستوعب المنتج العلمي الحديث استيعابا كاملا، ولهذا فنحن نستطيع أن نقول آمنين أن اللغة العربية صالحة لكل مكان ولكل زمان. هذا الاحتفال أهميته أنه هو يذكر الأجيال بأهمية اللغة، وأنها أصبحت يحتفل بأنه هذا ذكرى دخولها كلغة سادسة في الأمم المتحدة. ومهم قوي ولاد اللغة العربية أن يهتموا بها ويعني يدفعوها إلى الأمام. يعني وجود تقنيات تساعد على تعلم اللغة وإتقانها نطقا وقراءة وكتابة وكده ومهاراتها المختلفة، هذا بالتأكيد يعني يحسن لغة الأجيال القادمة إن شاء الله وإتقانهم للغة. يعني أهمية هذا الاحتفال تأتي من هدفين مهمين لابد أن يكونا حاضرين في كل احتفال. أول حاجة التذكير بأهمية هذه اللغة وعلاقتها الوثيقة بالهوية. حاجة تانية، نحن في مجمع اللغة العربية من أهدافنا أن نعرف بشيء من جهودنا، لأننا لا نحتفل باللغة العربية يوما واحدا في العام، ولكننا نحتفل باللغة العربية كل يوم بلجاننا الكثيرة التي تزيد على 40 لجنة تعمل في حقل اللغة العربية تعريفا بها وبجهودها. هذا اليوم من أهم الأيام للغة العربية، إذا تركناها ولم نحتفي بهذا اليوم العالمي للغة العربية الذي أصبحت فيه هذه اللغة هي اللغة السادسة في منظمة الأمم المتحدة، لذلك أخذ المجمع على نفسه عهدا بأن يقوم دائما بالاحتفال بهذا اليوم تمجيدا للغة العربية وحرصا عليها.